كابتن طه، يمكن في احد المباريات في فتره من فترات النادي الاهلي كان دون المستوى، يمكن الكابتن طه كان متاثر قوي على الهواء، ويمكن انت عينيك يمكن بكيت، خلينا نتكلم بصراحه، بكيت، خليت كل الناس اللي بتفرج كلها بكت. ايه اللي خلاك بكيت؟ شوف، انا شايف النادي الاهلي في عيني حاجه كبيره جدا. نعم. وما احبش اشوفه في وقت من الاوقات ضعيف او في الملعب ليس له حيله في الاداء. ممكن ابقى وحش لكن بقاتل. نعم. كل وقت. انما لما الاقيه في وقت من الاوقات زي المستسلم ولا فيش اداء كويس ولا روح مؤثر، دي بتاثر في البني ادم كتير قوي. نعم. لان النهارده انت يهمك الكفاح اللي في اثناء المباراه طول الوقت. مع جمال اللعب بترتفع، مع الاهداف بتبقى حاجه جميله جدا. لكن الحد الادنى اللي انت تقبله حتى وانت خسران انك انت بتلعب وتقاتل لاخر وقت. وبعدين باد لك، ما كسبتش مفيش مشكله. انا ما احبش اشوف النادي الاهلي في حاله مش طب كويسة. انت راضي عن النادي الاهلي دلوقتي؟ النادي الاهلي الان بيقدم كوره كويسه جدا. نعم. كوره ايجابيه. انا بقول ليه ايجابيه؟ في اوقات في المباريات ما تشوفش جماليه اللعب اللي الناس بتتكلم. انا ما اعرفش موضوع الجماليه، اصل جماليه الكوره ايه؟ انك انت تاكتكس تخلق لك فرص وتسجل منها. التاكتكس دي مختلفه. عشان اوصل لل 18 بتاع الفريق اللي قدامي في وسائل كتير. ممكن كره طويله وصلت خلاص. نعم. ممكن شورت باسز وتيكا تاكا، ممكن فاولات وكورنرز، ممكن. المهم ايه؟ الفاعليه، انك توصل للهدف. ابو انا بضرب مثل، النادي الاهلي لاعب امبي اول دقيقتين كورتين طوال باتنين بجولين. تاتس، هو ده الفعاليه، ان انا بعمل الحاجه الصح. في اوقات بيتبعها بقى انك تستحوذ في النص وتنقل نقلات جميله جدا من جنب لجنب، اوكي مفيش مشكله. انا عاوز الحاجه الايجابيه اللي تروح للجول معاها بقى، وروح وضيع معاها. ولذلك هتجد النادي الاهلي مثلا مباريات الترجي الاثنين عمل نقل بشكل جيد جدا. نعم. وتكتيكيا بشكل كويس. في مباريات النادي الاهلي بيعملها جايز ما تشوفش الجماعيه ديت الجميله اللي انت بتشوفها، لكن الفعاليه موجوده وخلق الفرص والاهداف. نعم. النادي الاهلي لعب مع سموحه، لعب حوالي 40 دقيقه ما جابش جوال، بس في ايجابيه. الايجابيه في اول 5-10 دقائق ربع ساعه 3 فرص وراحوا. بالظبط. الايجابيه في اخر 5 دقائق 3 جوال. ادي الايجابيه في الكوره. فانا بقول ايه؟ على بعضها. النادي الاهلي كتيم جميع المسابقات اللي لعبها في الفتره الاخيره كسبها. كسب الشامبيونز ليج، وكسب كاس مصر، وكسب لما لعب كسب السوبر، وكسب في كاس العالم خد المركز الثالث كاس العالم الانديه. يعني جميع البطولات اللي حققها. ويتبقى للنادي الاهلي طبعا مشوار جامد جدا في الدوري.